الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات المغرب، السادة والسيدات أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلام قنيطرة، السيدات والسادة منتسبي غرفة جهة الرباط سلام قنيطرة للتجارة والصناعة والخدمات، السيدات والسادة الحضور الكريم، يطيب لي في البداية ونحن نحتفل برأس السنة الأمازيغية 2077 أن أتقدم بأحر التهاني لجميع المغاربة، ويأتي هذا الاحتفال تجسيدا للعناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وانسجاما مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله بترسيم الأمازيغية وإقرار يوم 14 يناير خطة احتفالا برأس السنة الأمازيغية، فقد انخرطت غرفتنا في هذا الورش الملكي السامي من خلال تسطيرها برنامج متنوعا من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على المغاربة قادمة، اشتمل على تنظيم ندوة علمية حول الأمازيغية وكذا تنظيم حفل فني بمسرح محمد الخامس تحيي فرق موسيقية أمازيغية مختلفة. وفي هذا الإطار لا بد أن أعبر لكم باسم كافة أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سالة القنيطرة وكافة منتسبيها من التجار والصناع والخدماتيين عن مشاطرتنا معكم هذا الاحتفال البهيج. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا اليوم المميز بحضوركم فعاليات هذا الحفل الفني والذي تجمع فعاليته بين التبادل الثقافي من خلال الأروقة المتواجدة بمدخل المسرح محمد الخامس، والتي تعرف المدعوين بالموروث الثقافي الأمازيغي وبمختلف مشاربهم على امتداد ممتلكاتنا العزيزة من جهة، وبين المتعة والترفيه من جهة أخرى من خلال الوصلات الفنية التي تحييها مجموعات فلكلورية وفنانين الأمازيغ من مختلف المناطق الأمازيغية. الحسين علي ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. اولا هذا يوم تاريخي اللي كيتقبل فيه هذا الحفل هذا بمناسبه ترسيم اللغه الامازيغيه، وكذلك اعتباره يوم عطله مؤدعه عنه وهو يوم 14 من يناير. الحمد لله فبعد توجيهات ديال صاحب الجلاله ترسخ هذا اليوم اللي هو الاحتفال باليوم السنه الامازيغيه اللي ولات تاو بحال الايام الاخرى ديال السنوات الاخرين كالسنه الهجريه وكذلك السنه الميلاديه، وهذا كيرسخ يعني التنوع الثقافي ديال المجتمع ديالنا ديال البلاد ديالنا، وكذلك توجهات نيره ديال صاحب الجلاله محمد السادس التي ما فاتئت ان تؤكد على ترسيم اللغه الامازيغيه وتفعيلها في جميع المؤسسات العموميه. أيتما دي استماع، السلام عليكم. الذي وثمتنا الرئيس عائشة الشنويت، أردت شكرح المسؤولين اللي اختارني، دارت شكرح الغرفة التجارية، أعطني وفق ربي حمس وفو الكياد اللي بدالهان يعني دي المناسبة من رأس السنة اللي كله سكرنا المغاربة من طنجة إلى القويرة حتى تمسلس، دارت تشكر قليد نح أردت تشكر بزاف يعني اللي سكرنا العطلة غيك اللي سني حارت شكرح قليد نح، دارت شكرح الجمهور نحي عزان اللي حل السعر المنظمين كله من طنجة إلى القويرة اللي حل السعر الثقافة الأمازيغية يعني كله أرسكرنا أسبقوس أمازيغ حكري قد مازير تبارك الله عز وجل أرد نتشكر بزاف سيسمين ولا سيسم المغاربة أكون كل حفظ ربي تنمير النوم تبارك الله عليكم وشكرا. هل اليوم هو عيد وطني كما سمى صاحب الجلالة اللي اعتبر بالسنة الأمازيغية كيوم عطلة ويوم وعيد رسمي عطلة مؤدة عنها، وهذا بواحد الفرحة كبيرة لجميع المغاربة الناطقين بالأمازيغية والناطقين بإبنة الأمازيغية اللي هي الدارجة، كلهم سواسية اليوم لأن العيد عيد مغربي محض،
كنا في الحركة الأمازيغية ديما كنطالبوا أن ترسم هذا النهار كعيد وطني. لحقنا هذا النهار هذا بأن إقرار قرر صاحب الجلالة، وهذا أهم حاجة اللي فيه، لأنه جاء من أعلى سلطة لإقرار السنة الأمازيغية كيوم عطلة مؤدانة وكغرفة هذه التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا. أنا السلام الحسن رئيس اللجنة المحلية بسلا ديال التجارة، قررنا وكرئيس الغرفة وجميع الأعضاء ديالها أنها تحتفل هذه السنة لأول مرة كغرفة بالسنة الأمازيغية. كما كتعرفوا أن بعد الإقرار ديال صاحب الجلالة بهذه السنة كل مؤسسات كتحاول أنها تدير هذا الحفل، ولقينا إشكال كبير فضاء يكون كبير اللي يمكن يزوع العدد ديال الناس، وما لقينا إلا هذا اليوم الأربعاء في هذا المسرح. وكنشكروا كذلك إدارة المسرح من مديرها والموظفين ديالها اللي ساهموا بهذه القاعدة. والحفل كان مزدهر واحد المجموعة ديال الفرق فيهم ما هو وريثي ما هو شلحي اللي واخا كلمة حقيقية، ولكن جمهوري بهذا الثلاثي اللي كتعتبروهم التنوع اللي الناس تعتبروا كلهم أمازيغ. وهذا التنوع راه واحد المجموعة شتي، والمسرح مليء بجميع الأطياف من فوق ومن تحت، والحمد لله الحفل داز بهيج وحضروا رئيس الغرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، وكذلك رئيس جامعة الغرف اللي دار على السفر باش يحضر هذا الحفل اللي هو أول حفل كديروه الغرفة ديال اللي تنعتبروها غرفة بيلوت، لأنه الرباط رباط راه عاصمة، وهذا يوم تنعتبروا أنه يوم احتفال، واحتفال داز بهيج والناس كلهم نشطة، وهذا هو الأهم. والأهم منه هو أن نوصلوا واحد رسالة لواحد المجموعة ديال الناس اللي باقي ما كيعرفوش شنو هي السنة الأمازيغية، اللي هي السنة اللي كاين اللي كيعتبر حافلة حية، لكن أنها سنة أمازيغية لأنها سنة المغاربة كلها أو سنة الوطن الأمازيغي اللي يمتد من جزر الكناري إلى أسوان في مصر عبر تشاد وليبيا وموريتانيا والجزائر والمغرب، لأنه المغرب هو أول من احتفل بترسيم السنة الأمازيغية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.